اهلا الاخوان، مرحبا بكم. قبل ما نبدا هذا الفيديو، كاين واحد الكورس فيه ملخصات ديال الاجتماعيات ولاباك بالقلم ديالي انا اللي كتبته. فيه جميع الملخصات مكتوبه باللغه العربيه. اللغه العربيه حيت هي باش يمكن تدوز اي امتحان ديال الاجتماعيات. كورس فيه التاريخ والجغرافيا من البدايه ديال العام حتى النهايه ديال العام. ملخصات ماشي كاي ملخصات، ملخصات سلسة وسهلة وفعالة. وإلا قلت هذا الشيء راه تنهضر معك. الهدف من هذا الكورس هو أي واحد يسهل عليه يجيب نقطة زوينة في هذه المادة واللي هي الاجتماعيات، خصوصا كاين بزاف اللي كيلقى فيها صعوبة. إلا كنتي باقي ما بديتي حتى شي حاجة في الاجتماعيات، هذا هو الكورس اللي غتحتاج باش تجيب نقطة زوينة، حيت هذا الكورس هذا كيختصر الوقت وكيختصر المجهود. الأسلوب باش مخدوم سلس ومحبوك. الاجتماعيات كلها كاينة في هذا الكورس، وبفضلو أي واحد غيفهم ويجاوب ويجيب نقطة زوينة في أي امتحان ديال الاجتماعيات. اللي بغى هذا الكورس يتواصل مع هذا النمرة اللي في الواتساب، أنا مخلي عندك السيد يتواصل معاه، هو غيوريه الثمن ديال الكورس اللي هو واحد الثمن رمزي بزاف. مكرهتش نديرو فابور، ولكن قدرت نتعاون معاكم بواحد الثمن رمزي لهذا الكورس اللي متعوب عليه، و في اي بي كيسوا ثمن كبير. فيه العصارة ديال الاجتماعيات من البداية ديال العام حتى النهاية. الثمن ديالو وطريقة الدفع تواصلوا مع هذه النمرة اللي في هذا الواتساب، داك السيد غيوريكم كيفاش. اهلا خوتي وخواتاتي، رجعت لكم في هذا الفيديو وبغيت نقول لكم علاش الجهاوي ديال 2021 غيكون سهل. انا في هذا الفيديو كنتمعن وكنعطي الرؤيه ديالي، كنشوف كل حاجه. الجهاوي فيه مواد اللي ما كتبدلش. عندك مثلا الحرب العالميه الاولى، خسرت المانيا وتشكلات حكومه فيمار، ياك هذه ما كتبدلش، هادي ما عندهاش واحد العلاقه اللي غيفانتيك بها شي استاذ في امتحان. كما هي كما كتحط في اي سنه، ما كاينش واحد الوقت كتقلب فيه هاد المعلومه، فهمتي؟ ما كاينش واحد الوقت اللي كتقلب فيه كيفاش تحل هاد المعادله ولا هاد الفورميلا، ما عندكش. ولا مواد اللي فيها اي امتحان تكفيك غير تكون عندك واحد المعلومات عليه، ماشي انك تحل شي معادله ولا. انا اعطيك مثال، السبب المباشر في الحرب العالميه الاولى، المغرب كامل عارف المعلومه، ياك قتل ولي عهد النمسا، قتل الطالب السربي ولي عهد النمسا، ياك واش يقدر شي نهار شي امتحان يحطوا لك تحط في هذا الجواب ويقولوا لك لا غلط، فهمتي؟ ما كيتبدلش. مواد اللي ما كتبدلش، مواد اللي يعني بحال قلتي ثقافة، واش ممكن شي نهار يحطوا لك السبب المباشر ويسرحوا لك مثلا بحال في المعادلة يسرحوا لك في شي حاجة تتلفك، يقول لك شنو كان لابس في رجليه داك الطالب السربي ولا قبل ما يقتل خونا، يعني فانتي وك زعما بهذا السؤال. ما يمكنش حيت عندك واحد الحاجة اللي ما كتغيرش، ماشي بحال الماط والفيزيك اللي كيحتاج واحد الممارسة. هاد المواد ديال الجهاوي كيحتاجوا غير عقليه ثقافيه، ذات ال ان ذا ستوري. انا والله الا كيجيوني مواد ديال الثقافه، يعني جهاوي منها جهاوي منها ثقافه، انك تثقف راسك تتعرف مثلا الزواج كيفاش في الاسلام، الاحداث وقائع القصص الشعر، هادشي كله ثقافه، فهمتي؟ ثقافه، والثقافه كتحتاج غير الخاطر والوقت، واخا يكون وقت قصير ماشي مشكل، المهم الخاطر والوقت. والخاطر تيجي من الموتيفاسيون والمنافسة وكذلك يكون عندك واحد التقبل، يعني تكون رولاكس مريح ومرخي، ماشي شد في قلبك، يعني تتكون مرخي وما تتفكرش، تتاخذ الثقافة وتتستمتع بها. بحال الماتش، بحال دابا كاين اللي تيقول لك انا ما متفقش، انا علاش غنتقف، علاش غادي نقرا الثقافه ولا باش تنفعني. خاصك تسول حتى علاش كتلعب كره، زعما شي ماتش ديال الكره علاش كتلعبو، علاش كتلعب الباسكت، علاش حيت كتنافس مع راسك ومع وحدين اخرين، وكيتخلق واحد الايغو منك
كتعيش واحد المتعه في داك الماتش اللي كتلعبو. كاينين شي حوايج ما عرفتهم حتى دازت واحد المده ومزيان نقولهم لك دابا. راه المتعه ما كتكونش فاش انت وصلتي لشي حاجه، راه المتعه هي فاش كتكون خدام ولا كتقرا ولا كتدوز الوقت قبل ما توصل لهذيك الحاجه. فهمتي؟ انا اعطيك واحد المثال. مثلا كتكون مثلا داير في بالك باغي توصل لواحد الهدف، غير توصل لواحد الهدف ما تيبقاش عنده واحد المذاق، بحال تشيرشل نهار ربح هتلر، نهار تسالت الحرب تشيرشل حس بواحد الملل، بحال قلتي ديك الوقت فين كان تشيرشل تيتحارب مع هتلر تما كان واحد المتعه، تما كانت المتعه. نفس البلان ملي غتسالي الباك ولا الجهوي اللي كتقول اوف بغيتو غير يسالي، غادي تحبس وتقول دوزت اوقات في ديك الليسي، دوزت سنين ديال المتعه في ديك الثانويه. علاش؟ حيت راه كانت متعه ما ردش انت ليها البال. انا ما كرهتش نقول لك تمتع صاحبي بهذا الوقت اللي كتبريباري فيه ولا اللي كدوزو في الجهوي ولا في السانكيام ولا في الباك. فهمتي؟ غتبريباري وتعرف حوايج جداد منها الثقافه، منها كل شيء. فهاد المواد بالضبط ديال الجهوي تمتع بهاد الفتره، تمتع بهاد اللحظه، تمتع بها، لان هذه هي اللب. راه ماشي الهدف هو اللب، لا توصل الهدف وغتحبس، ولكن هاد الفتره راه هي اللب ديال 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 المتعه. موتيفي الخلايا اللي فيك، هادشي اللي كنت باغي نقول. شكرا لاي واحد كيتابونا في هاد القناه اللي ما بقاش ليها بزاف وتوصل لمياتكا. مياتكا اولا 100,000 هو واحد الرقم كبير وعظيم بالنسبه لواحد اللي بدا شين في يوتيوب واعز الناس ليه فشلوه. والله شوعدتهم، واخا نكون كنخور ولا غنبقى نخور وغنكمل في التخوار حتى نموت. المهم هو نقصروا في كل فيديو ونوصلوا للاهداف بزاف. وكنت كنفكر باللي غيكونوا الناس اللي غنكون معاهم كصديق، غنكونوا صداقة ويكونوا اكثر من خوتي. شكرا بزاف على المشاعر ديالكم حتى نتوما، وكنوعدكم بزاف ديال لي كونسيبت جايين في الطريق. غدا تبدا واحد السلسلة جديدة ديال الساتيسفاكت، غتكون فيها القصارى حتى هي. وشكرا لاي واحد تيتبع هاد القناة اللي ما عندهاش حدود، ونتلاقاو في الفيديو الجاي. إلى اللقاء.